ابي لقطه عفوا ابي قصه هي القصه ابي انقلها لك. قال ابو عبد الله في رمضان جتنا جنازه قبل او عفوا جتنا العصر عفوا الا العصر لا الظهر قبل العصر بنت دخل ابوها قال معك عندكم مغسله؟ قلنا ايه. بتدخل البنت هناك في متجر المغسله يقول قاعد جنبي قلت عسل ناشر قال او شكل عمرها؟ قال 15 سنه في رمضان 15 سنه يقول 15 واحده تموت عمرها 15 اكيد يا اخوان هذه ها يا مريضه يا فيها شيء يا حادث. قال والله شوف ماتت بكامل صحتها وعافيتها ما فيها شيء. كيف ماتت؟ قال ماتت امس مع اجراءات تعرف الثلاجه وما الثلاجه ما نقدر نلحق. قال ماتت قبل صلاه المغرب يمكن بعشر دقائق. قال كيف؟ قلبت صليت العصر دخلت البيت جلست في المجلس العائلي جت البنت قبلت راسي قالت يا ابوي ابى اطلع فوق بس اراجع حافظ القران طبعا ابى اطلع فوق اراجع القران بس في ثالث متوسط هي طبعا الفصل الثاني يمكن عندها اخوات في التحفيظ او بنات تحفظ القران كاملا في التحفيظ 15 في ثالث متوسط كاملا. يقول بنتي طبعا حقين التحفيظ يحفظون من تحت يعني باقي عليها ثلاث اجزاء الفصل الثاني يعني سوره البقره اللي يكون يعني كل ما بس تبغى تراجع هي. الشاهد قال بس لا تتاخرين انزلي ساعدي امك واختك في الفطور. طلعت البنت قبل ذا ب 20 دقيقه ينادونها فلانه ما ردت. طلعت اختها على فوق قالت لها انا عندي سوره الحج ابراجعها وهي قاعده في مصلاها ابراجع لها سوره الحج بس أوكي. كم سجده فيها؟ ها؟ الحج يا اخوان ثنتين. قالت بقي السجده الثانيه ابى اخلصها واجيكم. قال خلاص نزلت البنت قالت البواب بس تراجع وشوي بتنزل. قال خلاص اذن المغرب ما نزلت. طبعا عاده البنت الثانيه مشغوله مع امها مين اللي طلع؟ الابو وهو يذن يقول هو يذن طلعت فوق يوم طلعت يقول سبحان الله ونادي فلانه فلانه يقول ما ردت. جيت عندها في غرفتها لقيتها في المصلى ساجده السجده الثانيه يقول انا انت ذكرت تقول لدليل ان سجده تلاوه انه ما هي لابسه جدال الصلاه وقت ما هي طولت بنتي ما قام يقول جثى على ركبتيه وحركها فسقطت معلنة شوف ماتت في اشرف بقعه وهي ساجده وكل يبعث على ما مات عليه وغير هذا كله يا اخوان حافظ القران يقول الشريف في امتداد ل 30 جنازه اللي راحت احد الاخوات ارسلت هذه اللقطات لعدد من المعتمرين الذين يعني اخذهم الله في هذا المكان، طبعا هذه اللقطه يمكن شاهدتموها كثير في المسجد النبوي الشريف توفي ساجدا، هذا الان لقطه لرجل في مكه في الحرم لاحظ مات معتمرا كما تشاهدون الان وكله لا تنسون يعني لا يغسل ولا يكفن، نعم هذا الرجل يصلي عليه مباشره ويبعث يوم القيامه ملبيا وهذا يا اخوان نعم شوف خلاص فارق الدنيا في اشرف بقعه وبعد اكبر واعظم عباده وتعلمون يا اخوان الانسان اذا كان مصلي واذا كان معتمرا يعني يرجى ان يتوفر جميع